دروس اللغه العربيه لغير الناطقين بها الجزء الاول الدرس التاسع عشر المدير كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ المدرس فيه عشره طلاب جدد المدير من اين هم اكلهم من بلد واحد المدرس لا هم من بلاد مختلفه منهم ثلاثه طلاب من الفلبين واربعه طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا المدير افي فصلك طلاب من امريكا المدرس نعم فيه سبعه طلاب من امريكا المدير اهم جدد المدرس لا هم قدامى المدير كم طالبا فيه من اوروبا المدرس فيه خمسه طلاب من انجلترا وثمانيه طلاب من المانيا وسته طلاب من فرنسا وتسعه طلاب من اليونان المدير شكرا يا شيخ تمارين اقرا واكتب ثلاثه طلاب اربعه طلاب خمسه طلاب سته طلاب سبعه طلاب ثمانيه طلاب تسعه طلاب عشره طلاب اقرا واكتب عندي خمسه كتب وثلاثه اقلام خالد له سته ابناء كم اخا لك يا امنه لي اربعه اخوه في الاسبوع سبعه ايام كم ريالا عندك الان يا عمار عندي الان ثمانيه ريالات في هذا الحي تسعه بيوت جديده لهذه السياره اربعه ابواب كم ثمن هذا الكتاب ثمنه سبعه ريالات ونصف في هذا الفصل عشره طلاب قدامى واربعه طلاب جدد كم قميصا عندك يا ابراهيم عندي اربعه قمصان عندي ريالان وخمسه قروش في هذه الحافله عشره ركاب اجب عن الاسئله الاتيه مستعملا العدد المذكور بين القوسين مثال كم كتابا عندك عندي ثلاثه كتب كم اخا لك يا حامد خمسه كم عما لك يا ليلى اربعه كم ابنا لك يا شيخ سته كم سؤالا في هذا الدرس ثمانيه كم راكبا في الحافله تسعه كم ريالا في جيبك سبعه كم ثمن هذا الكتاب عشره اكتب الاعداد من ثلاثه الى عشره واجعل كلا من الكلمات الاتيه معدودا لها كتاب قلم تاجر رجل طالب ريال قرش اخ ابن الكلمات الجديده الثمن نصف اليوم الجمع ايام الريال الجمع ريالات القرش الجمع قروش الحافله الجمع حافلات راكب الجمع ركاب السؤال الجمع أسئلة قديم الجمع قدام البلد الجمع بلاد الجيب الجمع جيوب أوروبا ألمانيا فرنسا اليونان مختلفه ماليزيا